شراب الشوكولاتة الساخن 4 كوب حليب 4 معلقة كبيرة من كاكاو تودي معلقة صغيرة قرفة 2 معلقة كبيرة عسل 3 معلقة كبيرة سكر بني ورشة ملح. طيب هاي زي ما قلت لكم الوصفة كتير بسيطة ومكوناتها موجودة بكل بيت وزاكية صراحة بالذات لما نستخدم كاكاو تودي. خلينا أقول لكم شو أول خطوة. أول إشي ولشتها هيك دافية، وصفة كتير دافية. عندي هون بالمقلاي رح أحط حليب، حليب كامل الدسم. ممكن إحنا نحط إذا حابين نخفف شوي منحط حليب خالي الدسم. ورح أحط معاهم مع الحليب رح أحط 4 معالق كاكاو تودي. هلأ إذا حبيناه يكون داكن شوي بزيد كمان معلقة. هاي بتعمل من 3-4 أكواب هوت شوكولت. نسيت أعد بس هاي 4. تمام. هلأ رح أحط معاها القرفة المطحونة ورح أحط رشة ملح. رشة الملح رح تبرز عندي النكهات وبالذات طعمة الكاكاو رح تبرزها أكتر. هلأ بدي أحركهم بالمضرب وأتأكد إنه كل الكاكاو عم بنخلط مع الحليب وعم بيدوب بالحليب. صراحة كاكاو تودي ما بيكبتل معاكم وبيكون زاكي وسهل إنك تتعاملي معه بزي شراب شوكولاتة. تمام. هلأ رح أضيف السكر البني عشان يبلش يدوب. السكر البني رح يعطي نكهة زاكية ورح يعطي حلاوة. ورح أضيف العسل. تمام هيك. هلأ بدي أضلني أحرك عشان السكر ما يلزق تحت والعسل. بدي أضلني أحرك عبيل ما يغلي معي الهوت شوكولت. عبيل ما يغلي معي خلينا نشوف هذا الفيديو مع بعض سريعا. تمام احنا هيك خلصنا الهوت شوكولت، خليته يغلي شوي بس بدنا ننتبه انه الحليب ما ينحرق معنا، هذا اهم اشي. ريحته بتشهي عشان النكهة تبعت القرفة، وكمان الكاكاو هذا لا هو داكن كتير ولا هو يعني طعمه عن جد بيطلع لك طعم الشوكولاتة. بدي اصبهم انا. ريحة كتير وصفة شتوية. هاي هيك جنب الصوبة تكون ممتازة. بس نتأكد ريحة القرفة مع الكاكاو كتير زاكية. وبرجع بعيد كاكاو تودي عن جد أنا بالنسبة لي هو الاختيار الأول لأي مشروب ساخن بدي أعمله. أوكي رح أزينها بالمارشميلو. نقدر نختصر هذا البارت بس زاكي معه المارشميلو.